السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريان أو مستر ريو. رجعنا لكم مقطع جديد سلسلة التشكيلات. نروح مع أول تشكيلة، جايب لكم ثلاث تشكيلات. هي أول تشكيلة تشكيلة ألمانية وإيطالية، برونزية طبعا مع ذهبي ومع فضي. حراسة المرمى حارس، الحارس هذا ولا يويل ما شاء الله تبارك الله، أنقذ من أهداف محققة. والدفاع بعد أبطال، والوسط هذا على انه يلعب ذا المكان بس انه ياهو يصنع، انصحكم انكم تشترون. والهجوم عاد نار. ثاني تشكيل، طبعا قولوا لي اي مزين تشكيل، جايبكم ثلاث تشكيلات. ثاني تشكيلة سعودية مع انجليزية مع ايطالية قصدي، الحارس طبعا هذا اللي يقول، اما الدفاع ذولا عبد العزيز الدوسري، حسين السلاوي، ياسر. السعودية دولة هاي ما لهم حق اختيار. أما عاد مع التشكيلة الأخيرة، تفضل السافة القرني توي شاريه، بس كلهم يمدحون يقولون إنه يعرف يحرس. وهذا اللي كان عندي يا شباب، اهم شيء اكتبوا بالكومنت يوم ازين تشكيلة. هذا اللي كان عندي يا شباب، لا تنسون من اللايك والاشتراك، اللايك والاشتراك اهم شيء. يلا عاد لا تنسون اللايك والاشتراك. ثمان الله.